ووصلنا لمحطة التلفريك، تلفريك أولمبوس. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله. يس فينش فينش. ومن تلفريك أولمبوس إلى منطقة جنات، أياكم في أرياف أنطاليا. رايحين المكان كذا مرتب جميل جدا. هلا يا صباح الخيرات، يا رب تحييهم وتسلمهم. طالعين اليوم من المنتجع بنوريكم أنطاليا وأرياف أنطاليا أنواع الخصوصية. استمتع بالرحلة يا حبيب. عجيب، أنا حسبه بس ساتر طلع تلفزيون. يوتيوب، اشبك جوالك وشغل اللي تبي. ووصلنا لمحطة التلفريك، تلفريك أولمبوس، ويا عيني على الأجواء. يوم نطلع من المنتجع الجو مشمس الحين ومطر كذا خفيف، أحلى من كذا ما فيه. والله والله يا كبرى الكبينة، كم تأخذ شخص هذه؟ عملاقة عملاقة. الكبيرة تاخذ تقريبا 100 شخص، نركب انا وابو خالد الحالي احسن شيء. تفضل يا ابو خالد. استهلت استهلت، امطرت. وانطلق التلفريك الى قمة أولمبوس. تلاحظون ما شاء الله غابات الصنوبر، اشجار عملاقة بعضها يتجاوز عمره 150 سنة. عمرك صورت سيلفي مع كبيرة التلفريك؟ بصراحة كاميرا ابو خالد 360 رهيبة، مع عصا سيلفي طوله تقريبا 3 متر. اكيد بتسألوا شلون صورت الفيديو، ها؟ ثبت الجوال كذا تايم لابس، تصوير سريع. يا الله يا جماعة، خيالي خيالي. طول كيبل التلفريك تقريبا 4.5 كيلو. شوف شوف الغيم، لا لك حيلانة، تبي تطير، تبي تحلق على القمة. عمرك صورت نفسك كذا سيلفي مع العربة؟ بهالكاميرا هذه تقدر تسويها والله. يا هي لقطة بعد. وفي قلب الغيوم وصلنا للقمة على ارتفاع 2365 متر. طيب يا بدر، تحب الثلوج والغيوم والأمطار وتبي تصور بنفس الوقت؟ ما يجي. لا 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 لا، بشركم بدت فهي بدت فهي. الأمور طيبة والأجواء خيال خيال، بس ترى برد برد. المنظر من أعلى القمة، والله يا أخي غيوم، يا أخي هيبة الجبال. أنا دائما أقول الجبال أساس جمال الطبيعة، مع الجو الخيالي وحركة الغيم الرهيبة أحسن شيء هنا تصور تايم لابس. ترابط موجود، ما عندك مشكلة. ولعيوني كم أحلى زوم. لاحظتوا التنوع يا جماعة الطبيعي بأنطاليا؟ بغيت جبال، مرتفعات، مسطحات خضراء، غابات، شواطئ، بحيرات، أنهار، شلالات، ومطاعم حط بين قوسين، وكذلك أفخم المنتجعات. هذه يمكن غير موجودة إلا في أنطاليا. دون مبالغة، بالثواني تغير الجو، حركة الغيم سريعة صاروخية، ما تحتاجين تايم لابس، الغيم داعس. وريك هناك البحر والشواطئ والقرى، لكن الغيوم ترفض ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنا مستحيل عييت أجربة صراحة. أقول عقبة من هالألعاب. أقول ما طحت بدر مختلف دقيقة. يزفك ورا الضلع هناك. ديركتي للجنة يقول. طبعا هنا فيه البرشوت، تقدر تجربه هنا، القفز الشراعي ولا هاللعبة هالمرجيحة. مرجيحة القشرة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله. ثانية ثانية. أعوذ بالله. تغير ملامح وجهه. بدر. يا ساتر يا أبو خالد. ثانية ثانية. زره زره.
بدر بدر يا ساتر يا لهوي يس فينش فينش خلاص 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 والله يس فينش ابو خالد يا لهوي يس فينش فينش خلاص خلاص يس فينش السلام عليكم انت يا والله جنة اعوذ بالله يا ابو خالد والله روعه روعه قسم بالله شوف وجهك ملامح وجهك تغيرت من شوي بطل 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 يا ابو خالد الحمد لله على السلامه الله يسلمك والله يا والله معه شواك شوي شواي غديت هذا طلع من متابعين ابو خالد ملزم قال على حسابي اللي مرجيحة لا 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 هذا اكرام يقول اكرام شكرا تستاهل تستاهل والله يا ابو خالد انت موجود مشان حاطرك حبيبي حبيبي مع السلامه صراحه استمتعنا جدا بالقمه ابو خالد ما شاء الله عليك يا انجري ومن تلفري كولومبوس الى منطقة جنات اياكم في ارياف انطاليا رحيل المكان كذا مرتب جميل جدا نهر على شلال على مطعم مكان بيعجبكم باذن الله ما شاء الله على الجو وهذا الله يسلمكم منطقة جنات مطاعم كذا على النهر تقدر تحط الطاولة بسط النهر ورجليك بالنهر وتستمتع بأحلى قرية يا ما شاء الله تبارك الله يا سلام يا سلام من فخامة المنتجع إلى بساطة القرية والله الفخامة حلوة بس ما ودك تكثر منه خلك على البساطة ما مثله يا ما شاء الله يا ما شاء الله على الخبازة أبو خالد والله أمطرت يعني بنكنسل الطاولة في طاولات الحلول كثيرة السلام عليكم وري أخويا انت انا سالمين من هالسلام بغيت اقع يا عيني يا عيني هذا الأرياف في أنطاليا أي طاولة تبون أوريكم هذيك ماخذ زاوية حلوة 95 اوه جلسة ارضية سنك بالسعودية هلا بالنهر شوف 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 يا ما شاء الله تبارك الله من هنا بمسي بالخير على قلبي صديقي محمد العواض ابو حمد بهالمكان بالضبط حطوا لنا طاولة على النهر وافطرنا هنا قبل يمكن 5-6 سنوات طيب اجلس ابو عبد الله وصور بنشوف المنظر بالضبط تفضل الجو الجو الحال يا جماعه ابو خالد يقول اجلس ريح لا يا حبيبي ما اعرف ارتاح لازم اطلع اصور لكم النهر قبل ما يجهز غدانا صنع الله الذي اتقن كل شيء يا الله الجنه يا حي يا قيوم قولوا امين اي والله وبشركم لن يدخل الجنه احد بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمته الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة والدينا ووالديكم يا حي يا قيوم زين أن الله عز وجل غني عن طاعتك وعبادتك ما هو بحاجتك أصلا اللهم بغناك عنا يا حي يا قيوم أدخلنا جنتك وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله هذه مطاعم منطقة جنات استمتعوا بعد حي أنت هذا منظر أنه من الجهة الثانية ما شاء الله عليه ابو خالد يعرف الاماكن السياحيه بايطاليا اكثر من الاتراك انفسهم استغربت من شوين السواق ما يعرف المكان هذا خذ ما حطينا له لوكيشن عشان يسوق يوصلنا الى هنا طاقتنا يا ابو حمد يا حبيبي والله الله يسعد ويوفقك
كلنا ترى فاقدين مو بس انت، كله لاهين بالعمار عسى الله يعيننا وياه. يفضل انت اللي ما عليك. ابو خالد يصوت من فوق يقول الغداء جاهز. يلا الى الغداء الريفي في مطعم جنات. والله الشاهي خالد الله يغنيك كثر خيرك يبارك لك حبيبنا. وش هذول مطبق وش يسمونه؟ مطبق يسمونه جوز لمه. جوز لمه ايه. وهذا مثله؟ وهذا مثله. هلا هلا اوه مشذرين جبن وبطاطس. الامور طيبه. وهلا يا مساء الخيرات. جاي لكم اليوم بنوريكم سنتر مدينه انطاليا. مدينة طبعا ضخمة يسكن قرابة 2.5 مليون نسمة. ترى هذا من أشهر مطاعم الشاورما بتركيا، معروف جدا. أنطاليا تعتبر منتجع سياحي عالمي مليئة بالمنتجعات، زي ما قلت كم نصف المنتجعات الخمس نجوم اللي بتركيا كلها نصها موجود هنا بأنطاليا الحالة. الحين بوريكم فندق الريكسوس داون تاون، هذا اللي ابو خالد مسوين عليه فرنكه على منتجع ارض الاساطير. هذا غالي شوي، هذا بيقول لك كانك ساكن بارض الاساطير، استقبلك بالمطار واسكنك هنا واوديك متى ما بغيت الارض الاساطير. بتوفر يوميا يمكن اكثر من 1000 ريال. فندق 5 نجوم وعلى البحر وبالداون تاون في قلب مدينه انطاليا. يا عيني على الفخامه، لبي مسكت نفس فخامة مجموعة الريكسوس. الحين بوريكم غرفة النوم. حنا الحين بالدور الثامن يا جماعة الخير. الغرفة مفاجأة. اي والله ما توقعت كذا. طبعا انا بنطلق للاطلالة بعدين، التفاصيل هذه بعدين. ابو خالد هلا وغلا. راح فيها ارض الاساطير. شوف شوف بسم الله لا اله الا الله. لوحة فنية بانورامية والله بدون مجاملة. هذا أزين إطلالة من منتجع عرض الأساطير. شوف 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 عدسة واسعة. خذ 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 تفرج زين. شوف شوف المرافق والمسابح والملاعب والمسطحات. يا الله يفوز العرض التوفيري يا أبو خالد صراحة. العرض التوفيري 1800 ريال شخصين وطفل فطور غدا عشاء لاند اوف ليجند وكأنك ساكن فيه كامل. سوارة كل الألعاب مجانية. تستقبله بالمطار وتودعه وتعطيه أساور أرض الأساطير. من هنا سيارة لاند اوف ليجند وبردوا من لاند اوف ليجند من ضمن العرض إلى الفندق. سمعت يا جماعة الخير، شامل الوجبات استقبال وتوديع وبيعطيك أساور أرض الأساطير. يعني حرفياً كأنك ساكن في منتجع أرض الأساطير. بس وش الفرق؟ موفر فلوس والإطلالة أجمل. معليش معليش شوف بلكونة الغرفة وإطلالة من الجهة الثانية. يا عيني اي والله يا جماعة مسكت الفندق. موقع وإطلالة وسعر. اي والله شوف 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 حبيت الإطلالة بصراحة. السياكل هذه مجانية، تجي تاخذ السيكل لأن المساحة جدا كبيرة وانت نازل كذا للبحر للشاطئ. هذه محطة السياكل، تاخذ سيكلك تمشى بهالحدائق تروح للشاطئ الخاص بالريكسوس. لا لا أبو خالد أبدعت، الفكرة رهيبة توفيرية وكذلك شفت عيون كان جميل. منتجع أو فندق 5 نجوم. طيب تعال اوريكم بعد الغرفة ما اعطينا وجه. والله شدت انتباهي صراحة الاطلالة. الغرفة مساحة راهية جديدة نظيفة ما يحتاج ما لا غلطة. تكرمون دورة المياه. ها وين دورة المياه؟ تكون ناقصة. اي والله ناقصة. اي الله يكرمك توجوه. وهذه الله يسلمكم مدينة أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط جنوب تركيا. سكان أكثر من 2.5 مليون نسمة. فيها أكثر من 14 مول.
الحين طالعين إلى المارينا، نحاول نلحق قبل تغيب الشمس. أوريكم الشوارع في أنطاليا. أي والله ترى تخافون اللي يسكن المنتجعات ما يجي الديرة، إلا عاد اللي يحبون التسوق أكيد بيطلعون. المدينة جميلة جدا يا جماعة الخير، يعني لا يغركم المنتجع ما تطلعون. لازم تزور مدينة أنطاليا والمولات وبالذات المارينا. شوف شوف المرسى شلون، شوف شوف بالله المرسى الجميل في أنطاليا. والله المكان تحفة يا جماعة، من هنا تاخذ القارب ولا سفينة مع جروبات ولا خاص وتمشى بالبحر. الإطلالة حلوة من القارب على الجروف الصخرية اللي هنا. شفت يا جماعة الخير لو أطب هنا وأسبح وسيدة كذا، تخيل وش أطلع عليه؟ على مدينة الإسكندرية، على الإسكندرية المصرية. أي نعم، على الضفة الثانية الإسكندرية. عندك هنا أنواع المحلات والمطاعم والجلسات اللي تبي. هذا حطه مكان أساسي بزيارتك لأنطاليا المارينا. توقيت التصوير بعد رهيب ها. خذوا لكم اطلاله من جنب المصعد، جنب اللفت، منصه كذا زجاجيه، سلسله الجبال. وين كنا اليوم؟ وين التفريكه اللي طلعنا؟ اخر جبل هذاك، كنا بالقمه هناك قمه اولمبوس. ما ادري ليش ذكرت ايطاليا، اي موقع بايطاليا والله ناسي، يمكن على القرى المعلقه بساحل امالفي. هذا الله يسلمكم الجامع السلجوقي، يعني يقال عمره يمكن 1200 سنة. والله مكان مسكت. هذا الشارع مشهور هنا جدا، يحبونه السواح، شارع كاليج، يعني اللي بيتمشى يطلج رجليه، محلات، اسواق، مطاعم، كافيهات، حلاقين، كل شيء. وبجنبه هنا مكان برضو جميل، تحفة معمارية تراثية، وداخل سوق شعبي. هذا بوابة او سوق هدرينو، بوابة تراثية يمكن ما ادري، وهذا اتوقع عمره 3000 سنة تقريبا، والله يمكن اكثر بعد. كله محلات شعبية، محلات شعبية توصلك للبحر، سويقات وممرات ضيقة. رهيب رهيب المكان، هاي زي ما تقولون انطاليا القديمة. الله أكبر الله أكبر، شوفوا لك الدنيا شلون. كيف المكان؟ اكيد عجبكم، تغيير منتجعات، بحر، شواطئ، تلفريك، قرى ريفية، وهنا الله يسلمك مباني تاريخية. انا ما اقاوم الايس كريم يا ابو خالد، هذا يمدح ابو خالد يقول خوش ايس كريم. هلا ندخل البوابة، فللي مع فراولة. مدد كذا ابو خالد ولا احسن؟ هاي نظام خدر الايس كريم. خلص هذه وبعد احلى جوله واسرع جوله، المكان صراحه جدا يستاهل الزياره، بالذات كذا اخر العصر، المنظر هنا ولا اروع.